السلام للناس كدايرين لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله افاده ان شاء الله الوصفه اللي حققت النجاحات الكبيره في سرعه حدوث الحمل، خلطه العسل بالاعشاب، الوصفه القويه اللي ممكن انك تجربها وتلقاي عليها نتائج مرضيه في واحد الوقت قصير بزاف. اكيد ان هذه الوصفه هذه كتعالج بزاف ديال المشاكل، منها ضعف التبويض، منها عدم انتظام الدوره، انقطاع الدوره ولو لسنوات، السيدات اللي عندهم سن ياس مبكر، السيدات اللي السن ديالهم اكثر من 45 سنه، حتى هما ممكن يستفدوا من هذه الوصفه هذه. علاش لا؟ ديما الامل كيبقى موجود، ديما تشبتي بالحلم ديالك واستمري وبحتي وديري السبب وربي كيكمل الامور. علاش لا؟ هاد الوصفة هادي كتبان لك النتيجة ديالها من الشهر الأول، يعني بمجرد ما أنك تبداي في هاد الوصفة هادي، بمجرد أنك تكملي العلاج الأول كتبدا تبان لك النتيجة، كيبدا يبان لك الفرق، كيبدا يبان لك الإفرازات ديال التبويض، يعني كيرجعوا عندك الأعراض الإبادة. بعض السيدات كتنزل عندهم الدورة المنقطعة. هاد الوصفة هادي مناسبة للزوجين معا، كتقدر انها كذلك تنشط لك اكثر من بويضه، وبالتالي احتمال حدوث الحمل بتوأم وارد جدا، خصوصا للسيدات اللي ما عندهمش مشكل في التبويض، اللي بغاو يزيدوا يكبروا الحجم ديال البويضه ديالهم. سيدات كذلك اللي عندهم سحر الارحام فيها رقيه شرعيه، هاد الوصفه هذه كتعالج جميع المشاكل المتعلقه بتاخر الحمل والانجاب. هاد الوصفة هذه فيها منتجات النحل اللي هما معروفين بالفوائد ديالهم في تقوية الخصوبة عند الزوجين وبالتالي سرعة حدوث الحمل. اذا اللي بغات هاد الوصفة هذه تحاول انها تتواصل معايا في الرقم ديالي واتساب. كذلك التوصيل يوجد خارج المغرب اوروبا لجميع الدول. تواصلوا معايا وان شاء الله نوجدها لكم ونصفتها لكم فيما كنتوا داخل المغرب لجميع المدن وكذلك اوروبا. مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله نحصل على التوصيل في جميع الدول الاخرى باش كل شيء يستفد، لانها فعلا وصفه تستحق التجربه وبغيتها توصل لاكثر عدد من السيدات علاش لو يستفدوا منها. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، الى اللقاء.